وننتقل من رؤية فلسفية اجتماعية تدعو إلى بناء علم مقاصد جماهيري إلى رؤية فلسفية روحية تتأطر بهندسة فاضلة يقدمها الأستاذ الدكتور منور لمهيد مدير مؤسسة أهل البيت الملكية الفكر الإسلامي الملكية في الأردن، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. مسموع الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الحقيقة ما أردت أتناول في هذه الورقة هو الانطلاق من الكليات إلى الجزئيات واستعمال الفنون الإسلامية البصرية، وهذا لا يعني أن الأخرى لا تحوي على نفس هذه الأسس، فكل منظومة وكل عالم يوجد فيه هذه المبادئ الكلية المتسقة وحقيقة الإسلام وحقيقة المقاصد أيضا. من طبعا الوقت قصير الحقيقة، هي الورقة بذاتها اختصار لكثير من يعني لكتب ممكن أن تكتب في هذا الجانب، ثم اختصار الاختصار في نصف ساعة، فسأحاول أن يعني أنهي بقدر الإمكان، ولكن يعني اعذرونا من الوقت. معرفة الحق، محبة الجمال، إرادة الخير، هذه الثلاثية لا شك أنها موجودة، وهي بصورة أو بأخرى جوانب الحكمة، ولكن النظر إليها، لأن لاحظت في المحاضرات أو بعض المحاضرين أو بعض المعلقين بأن هناك فصل بين الخير والحق، ليس هناك فصل بين الخير والحق والجمال في حقيقتهم، بل هناك وحدة واحدة تتجلى في مظاهر الحق والخير والجمال في كل مستوى. الجانب اللي أشرت له بأني سأتناول الجانب البصري هو يعتمد على هندسة، وهذه هي ما نرجوه من الباحثين عندما يقرأوا الهندسة، هي ليست الهندسة الحالية، بمعنى أنا درست الهندسة والدكتوراه في الهندسة، ولكن هذه الهندسة هي ما تسمى الآن يطلق عليها الغربيين السيكريت جيومتري، الهندسة المقدسة، وأطلق عليها المسلمون حقيقة، وجدنا هذا التعبير في التراث الإسلامي، الهندسة الفاضلة، ثم أو الهندسة بمعناها المجرد. طبعا هذه الجوانب يجب أن تعكس كما قلت في الحقيقة الكلية، بأن الحق هو ميتافيزيقي، والجمال هو ينعكس في بالدرجة الأولى في الجانب الموسيقي. لذلك نعتقد، يعني ليس نحن فقط ولكن في جانب كثير من الباحثين، بأن أعلى الفنون الإسلامية هو الموسيقى، أي الترتيل الذي نزل مع القرآن. أما ثاني أعلاها فهو الخط والعمارة، ثم ما يليه من الفنون. انعكاس هذه الثلاثية في الفنون الإسلامية، أنا قلت بأن كل المجال البصري لابد من الهندسة فيه، والمجال البصري يحتوي العمارة والخط والفنون البصرية في الإسلام، وتناول هذا أسهل حقيقة من تناول الموسيقى ودراستها، لأن لم نجد على الإطلاق أي دراسات في هذا الجانب، ثم ليس لدينا الخلفية الموسيقية الكافية للدخول في هذا الأمر وتبيانه. أما الجانب البصري، ولذلك الآن أصبحنا يعني بالنسبة لي سأعرض سلايدات وأتكلم عنها اختصارا للبحث. فأيضا هذا الجانب البصري هو يعكس هذه الثلاثية بنظرنا
لأنه هو إظهار وهو عالم من العوالم، حقيقة عالم من العوالم الإلهية، ويجب أن يظهر هذه الوحدة المتكاملة الحقيقية ويعكسها في الجانب البصري. فطبعا أنا هذه صورة أمثل فيها من الناحية الرمزية، ولا بد من استعمال حقيقة الجانب الرمزي، يعني أشير له أيضا ببعض البحوث. والقضية الرمزية ضرورية جدا، لأنها هي وجدنا تعبير حقيقة للعقل، تعبيرين للعقل، تعبير وضعناه لأن لم نجد رديف له، اللي هو بالإنجليزية الريزن والراشنال، هو العقل الاستدلالي، هذا ما اجتهدنا فيه. أما العقل الآخر وجدنا تعبير في التراث الإسلامي بمسمى العقل القدسي، وليس غريبا يعني أن يطلق عليها، وهو ما يفوق هذا العقل الاستدلالي. وهناك ما تكلم عليه الغزالي بأن هناك طورا يفوق طور العقل، هنا يقصد العقل الاستدلالي، والطور اللي يفوق هو ربما كان المقصود فيها العقل القدسي. والعقل القدسي مسابق للروح، أي أن أيضا من خلال البحوث وجدنا أن هذا التعبير دائما هو التعبير الفلسفي اللي عن الروح. انطلاقات هذا في الوجود، طبعا ما سيكون كلامي فيه، والوقت ضيق جدا الحقيقة، كل ما نظرنا إلى الوقت خفنا. سأستعرض هذه الهندسة في الوجود من الجزيئات إلى المجرات، مرورا بالإنسان وربما في النبات، وأنها موجودة. ويدعي أهل هذه الهندسة أنها هي هندسة الوجود، يعني هندسة الوجود بمعنى الخلق، الموجودات. فانعكاسها أولا في هذه الصورة، في هنا جانبين، جانب المركز ونصف القطر والمحيط، والمركز المشع، يعني النور بذاته، النور المخلوق طبعا، ونصف القطر اللي هو على الماء. وهي صورة أيضا يعني ولو أنها طبيعية لكنها رمزية وحقانية إلى درجة كبيرة جدا، إلى الظلمة الأخيرة اللي هي ظلمة الأشكال، أو الهبوط إلى القضية المادية اللي هي عالم الظلمة، أو ما يقصد في كل الإشارات إلى ما إلى التردي والتدني. ولكن أيضا الشمس بطبيعتها حتى في شكلها الخارجي اللي هو دائري، ثم في الدفء الموجود لديها، والنور، هذا ما ندركه، هذه المدركات اللي يدركها تقريبا كل الخلق من الأساتذة المفكرين والعامة وكل الخلق، لأنها آية من آيات الله. ولكن هذه الانعكاسات الثلاثة، الدفء هو أصل النمو. يجب أني أستعجل الحقيقة شوية حتى يعني أعطي صورة من هذا البحث. هذه هي الجيومتري، أو بداية الجيومتري في الهندسة، وهذا ما نطلق عليه في عملنا بدائرة الوحدة. ومن ناحية العملية هي نصف قطرة يكون واحد أيضا. وهذا الجانب الآخر، صورة الجانب الآخر من الفن الإسلامي، الجانب الثاني اللي هو الزخرفة والتوريق، ثم الثالث الخط العربي. طبعا في الجوانب هذه الجيومتري اللي هو قلنا إظهار الشكل، أو الذي يعني بالشكل، الجانب النباتي لو أخذنا صورة الشمس في هذا، أو المدركات من الشمس. الجانب الثاني هو النمو، يعني الحياة أو النمو والتعبير عنها في الزخارف النباتية المحورة. وهنا التحوير يدخلنا في قضية التجريد في الفن الإسلامي، ويجب أن ننوه حقيقة إلى درجة إلى قضية مهمة جدا، لأنه هناك خلط لدى المفكرين بين التجريد الإسلامي والتجريد الحديث. التجريد الحديث كما أشار أحد الإخوان أيضا بأنه هو انتزاع، حقيقة انتزاع عنصر معين وتعميمه على جوانب كثيرة جدا، دون أن يكون هناك يعني العلاقة
علاقة ظاهرية خارجية، بينما التجريد الإسلامي هو إزالة العرض والإبقاء على الجوهر. وهذه قضية مهمة جدا، لأن الجوهر هو الحامل الحقيقي لهذا المعنى العلوي المراد من جانب الفن. طبعا الجدل لقضية يعني لا أرى بأن هناك جدوى من قضية الكلام عن الفن ثم قضية الحلال والحرام، لأن إن كان هناك فن إسلامي ولا يمكن أن يكون هناك دين كلي دون أن يكون هناك جانب من جوانبه الحسن وجانب من جوانبه الجمال، كما شار أستاذنا في المقدمة الرائعة. الحقيقة لا يمكن أن يخفل هذا من أي دين، ولكن ما اخترنا مثل ما قلت أنا الجانب الخارجي والشكلي. هنا الدائرة في الوجود وانعكاساتها الحقيقة، وأريد أن أبدأ في جوانب سأشير إليها لاحقا، اللي هي الجذور الأساسية اللي تبنى عليها هذه الهندسة. طبعا هناك ثلاث مجالات اللي أبناها في الدائرة، اللي هي تتبع الزخارف الهندسية لأنها هي أس الزخارف الهندسية، واللي هي قضية المراكز وأهميتها أيضا في العمارة وليس فقط في الفنون. التذكير في المركز هذه قضية مهمة جدا في الإسلام وفي الفكر الإسلامي. ثم في الجانب النباتي أيضا هناك المراكز، وهناك التعبير الحقيقة في الجانب البصري للنباتي هو يتبع هذه اللولبيات، واللولبيات هذه تتبع قياس الدائرة، وقياس الدائرة ما زال لليوم هذا في قياس زمني بالدرجات نقيسها. فاللولبيات هناك مسافة بعد عن المركز، ثم هناك زمن، وبالتالي هي تعبير لوغاريتمي عن الزمن في الجانب البصري. أما الخط فهو قضية البيان، هو صورة النور اللي أشرنا لها في الشمس في جانب الخطوة. الإظهار والبيان هذا كله متعلق في الخط مباشرة، اللي هو صورة الكلام، والكلام يعني هو المميز للإنسان بين خلق الله في الكون، في هذا الكون على الأقل. الآن السداسي هو موجود في كل مجال كما تظهر الصورة. هذه اللي على اليسار هذه حبة ثلج، ثم هذه حبة الثلج نفسها على، طبعا الخلفية غير واضحة، ما أظن أنها تكون واضحة، على شبكة سداسية. تقع هذه الحبيبات الحقيقة على في هذه الشبكة اللي شفناها فهذه وجدنا أن كل تحركاتها أيضا تكون على مراكز الحقيقة، إذن في الخلق هذه الشبكة. هذا عالم ياباني وأظن كثير منكم سمع فيه، هو ماسارو إيموتو، عمل دراسة على المياه، فكان يقرأ على المياه كلام. ففي الصورة هذه الحقيقة كان يقول للشكل السداسي اللي كأنه كريستالات أو جوهر الماس، كان يقول لها ملاك، والثانية يقول لها شيطان أو إبليس. فهذا ما ظهر، يصورها، يبرد الماء إلى أن تبدأ في التبلور، ثم يصورها، يأخذ صورة لجزيء الماء في تبلوره، فتظهر هذه الصور العجيبة، واستدعي إلى السعودية لتصوير زمزم، فهذا زمزم قبل قراءة القرآن وبعد قراءة القرآن عليها. طبعا يعني ما نجده هو منعكس في الوجود، ثم مبني على هندسة. هذه الهندسة
لا يمكن دحضها لأنها تتبع علم الرقم أو الحساب أو الرياضيات، فضحضها يعني قلة في العقل. فالفن الإسلامي لا يمكن ضحضه لأنه كل بناؤه بناء رياضي حقيقة، هو العدد في مكان هذا الشكلي، أما الموسيقى فهي عدد في زمان. نعم هناك مستويات من هذا الأمر، فهناك ما هو هابط وهناك ما هو عالي متعالي. إذا كان يملك هذه المبادئ أو مبادئ الوحدة أو مبادئ الحقيقة أو مبادئ الحكمة، فإن كان يملكها ويعبر عنها كما أشرنا في هذا الأمر على الفن الإسلامي، فهو إذن فن فاضل، ثم أنه كوني. طبعا سنشاهد سلايدات من هذا الأمر، هذه اللي سنرى منها قضية كيف تصدر الجذور، وأطلقنا على الدائرة الأولى من الناحية الرمزية دائرة المطلق، ثم دائرة النسبي والعلاقة بينهما، هذا الناقل بينهما المطلق النسبي أو ما ينقل الحقيقة، ينقل الأمر من الحقيقة إلى عالم النسبي أو من المطلق إلى النسبي كما أشار الدكتور، هو موجود أيضا. وهذه من طبيعة الفن الإسلامي أن ينقل هذه الحقيقة من عبر الشكل إلى عالم النسبي. هذه مجرة صورها هابل، مجرة، هذه المجرة أيضا تتبع نفس الجانب اللي قلنا عليه. فمثل ما شايفين نفس القضية لكن في تضاؤل، نجد أنه في الآخر هذا الشكل هو نفسه يتبع هذه النسبة، وهذه قضية كونية كبيرة. سأتكلم عن النسب بعدين، راح أتجاوز بعض السلايدات لأنه ليس هناك وقت كافي. من هذا المكان تصدر هذه النسب اللي هي جذر 2 جذر 3 وجذر 5، ثم هنا إضافة لها، طبعا هذه أماكنها واضحة، إضافة لها هذه خماسي الوحدة، ثم تصدر منه النسبة الذهبية اللي هي تدرس بشكلها، لكن كل هذه النسب كلها تسمى بالنسب الذهبية اللي هي تحكم الوجود. هذه علاقة المشتري مع الأرض حول الشمس، متوسط مدار المشتري بمتوسط مدار الأرض حول الشمس. العلاقة بينهما هو جذر 3 الحقيقة، التضاؤل لجذر 3، فالتضاؤل هذا يعطينا المحافظة على الجذور أو على هذه النسب. هذا في الكون، هذا مدار الزهرة لناظر من الأرض متتبع لمسار الزهرة في الوجود أو حول الأرض، إذا نظر إليها يراها أنها تلف حول الأرض. طبعا هي ترسم هذا الشكل، وهذا الشكل في الطبيعة هو هذا، وهذه علاقة أخرى أيضا بين متوسط مدار عطارد حول الشمس ومتوسط مدار الأرض حول الشمس. العلاقة بينهما النسبة مثل ما قلنا الذهبية أو النسبة الفاضلة اللي هي تتبع الخماسي، بل وكتلة متوسط كتلة عطارد إلى متوسط كتلة الأرض نفس النسبة الذهبية هذه، أو هذه اللي تصدر من جذر 5 أو من الخماسي، ولكن هي قيمتها العددية جذر 5 زائد 1 على 2 اللي هي النسبة الذهبية. طبعا راح أتجاوز هذا الأمر. هذه النسبة الذهبية في الإنسان ليس فقط في اليد، ولا الحقيقة في كل مجال، سواء في الوجه أو في الجسم ككل، نسب الجسم ومفاصل معينة واليد، فهذا موجود في الإنسان. ثم في هذه درب التبانة،
تتبع إلى نفس النسبة الذهبية هذه، ولكن في موضوع اللولب الذهبي أو الجولدن سبايرل أو المستطيل الذهبي، هذا هو المرسوم، حيوان بحري مرورا في النبات في القضية الرباعية، شفناها في الخماسية، شفناها في السداسية، ثم الكعبة بالذات والمعاني المرتبطة فيها في الاتجاهات الأربعة، وأيضا في بنائها باحتوائها على 6 وجوه، وعلاقة هذا في المكعب بالذات، والمكعب له أصل في من يعرف المجسمات الأفلاطونية، وعلاقة المكعب في واحتواءه أيضا على هذه النسب، وأنه من الأشكال الخمسة فقط، هناك 5 أشكال تحوى في الكرة في هذا الجانب. هذا تربيع الدائرة، تربيع الدائرة اللي هو طبعا عرضي لهذا الأمر يعني في قضيتين، قضية أن مؤكدين على أن مقاصد الشريعة هو الكمال الإنساني، وقلنا أن هذا ينعكس في جوانب الحكمة، ثم أن هذا منعكس في الخلق الإنساني في الجسم والنفس والروح. فالجسم ما هي محط المحاسن، محط أن تحب الجمال، هي محط مكان الجمال في البشر النفس، والقضية الفيزيائية هي دلائل الهندسة الخارجية، ثم العقل اللي أشرنا له القدسي هو مجال الحكمة من هذا الجانب وانتشارها في الوجود. والآن إحنا نرى علاقة هذه الهندسة في كل جوانب الوجود، فتربيع الدائرة الحقيقة سنعود إليه، ولكن إذا أخذنا هذا الجانب الطرفي على أنه هو النسب الأربعة اللي تكلمنا عنها، جذر 2 ونسبة ذهبية وجذر 5 وجذر 3، وأتينا إلى ألف الثلث، تكون هي هذه تحليل حقيقة عمله أحد أساتذتنا في إنجلترا، فهي 7 نقاط. ونحن نعرف، أهل الخط يعرفون أن الألف هي أساس الخط العربي، منها تشتق كل الحروف، وبالتالي تتبع هذه النسب. هذا في جانب الثلث، ولكن لم يحلل الجوانب الأخرى كيفيتها. سأذهب إلى تربيع الدائرة، هذه كيف يصدر تربيع الدائرة، كيف نعرف تربيع الدائرة. طبعا هذه نسبها إلى الواقع حوالي 99.92%، 96%، يعني 99.9%، يعني ليس هناك مطابقة كاملة، ولكن على الأرض لا يمكن أن يكون هذا الكمال المطلق، لكنها كافية على أن تؤخذ على أنها مطابقة. طبعا نفس تربيع الدائرة هو هذا، لو وضعنا متوسط محيط الأرض ومتوسط محيط القمر فوق بعضهما، لكان المربع اللي يمر من محيط الأرض هو تربيع للدائرة اللي تمر بمركزي الأرض والشمس. يعني هذه النسب اللي مبثوثة في الخلق اللي هو الكتاب المسطور، والنسب المبثوثة في الإنسان اللي هو يعني في التعبير الفلسفي الإسلامي الإنسان الصغير أو الكون الصغير أو الكون الكبير، يجب أن ينظر لها الحقيقة بجدية كبيرة جدا وأهمية كبيرة جدا من كل أطراف المسلمين، سواء كانوا مفكرين أو فقهاء أو فنانين أو معماريين مثلنا. راح أمشي أيضا في هذا الأمر محاولة سريعة، هذه الأشكال الخمسة اللي تكلمت عليها، لكن الشكل الخامس اللي هو هذا اللي أعطي للأثير اللي فوق، هناك علماء، هذه صورة من أمريكا وفرنسا، وجدوا أن هذا بقياس المايكروويفز ونسبها، أن الوجود حقيقة يبنى من هذه، من لابد أن يكون هو هذا يسمى بالإنجليزية دوديكاهيدرون،
احنا بالعربية لا أعرف تسميته علما بأن العرب عرفوه طبعا لا شك لدي في هذا الأمر لأني وجدته في أكثر من مكان، لكن لما عاد يعني أعرف التسمية لهذا الجانب. هذا صورة أحد الأملاح، طبعا هذه كل ما أشرت له من الأجسام اللي يسموها المجسمات الأفلاطونية هي حقيقة تحتوي هذه النسب أيضا، هي أملاح. وهذا الألماس، هذه صورة الألماس الثانية، هذا صورة هذا جزيء الألماس مكعب، ثم فيه ثلاث أهرام ثلاثية، أيضا الخلية في الوجود، هذه الخلية الإنسانية اللي هي عندما تكون الخلية تنقسم إلى ثمان أقسام، هذا شكلها الحقيقة في الشكل الخارجي، وهو نفس الشكل اللي في البعد الثنائي، هذا البعد الثلاثي في البعد الثنائي هو اللي كان على بوابة المنبر لما أعدنا صناعة المنبر، هذا هو الشكل في البعد الثنائي، وهذا طبيعته في البعد الثلاثي. الآن بقي ثلاث دقائق، أود حقيقة أني أروح إلى تحليل معماري أيضا لتاج محل، يعني سأقفز عن أشياء مهمة جدا لكن موجودة في الورقة اللي هي علاقة الصوت بالشكل، ثم هذه النسب في منبر صلاح الدين اللي هو موجود في القدس، ولكن سأقفز إلى تاج محل وأتكلم قليلا عن التحليل في تاج محل، وهذا التحليل جيومتري لعمارة تاج محل. طبعا هو لما بعد عدة محاولات وصلنا إلى خمس دوائر، وهي تشير إلى كمان أيضا موجود في الفلسفة والتصوف الإسلامي، العوالم الخمسة أو الحضارات الخمسة الإلهية، من عالم الناسوت إلى عالم الهاهوت، وانعكاسها صورتها بأن الحقيقة منعكسة في الوجود، وبالتالي عكسناها على الجانب الأفقي، من الجانب العمودي إلى الأفقي، وعندما وصلنا بعض النقاط وصلنا إلى أماكن محددة لم يكن هناك تدخل منا فيها، بل هي الدائرة اللي حددت هذا الموضوع. وأيضا في السداسي، طبعا هذه أعرض الشكل لأنه ليس هناك وقت كافي، بس أعرض الشكل إلى في كل مرحلة تجد أن كل مكان وكل نقطة في مكانها من هذا التحليل. وهذه ما تسمى اليوم للأسف أسفا تسمى لدى المعماريين القبة البصلية، يعني هي القبة ذات رباعية المراكز. طبعا ملاحظين في الصورة كيف أن كل مكان من يعني المركز يظهر انطباق الخطوط الأقواس، لأنه هناك أربعة أقواس مختلفة تشكل القبة، فلا يمكن أن تكون هكذا اعتباطا إن لم تكن مبنية على هندسة من هذه النوعية. حقيقة يعني في الختام انتهى الوقت، فالختام لا يمكنني أن أختصر الختام إلا بهذه: معرفة الحق، محبة الجمال، إرادة الخير، هي جوانب الحكمة. شكرا. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور منور ثامر المهيد، مدير مؤسسة الفكر الإسلامي الملكية في الأردن. لعل هناك إشارة كما لاحظتم في التعريف به، وأشار إليها أيضا في أنه أشرف على إعادة بناء منبر صلاح الدين في المسجد الأقصى اعتمادا على هذه النسبة الذهبية التي أشار إليها. شكرا جزيلا له. التعقيب الآن للأخت العزيزة الشيخة العالمة هبة عزة رؤوف، ولها كل الوقت الذي لا يتجاوز 15 دقيقة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم.
أولا أنا بشكر المنظمين على دعوتي وبشكر رئيس الجلسة وبشكر الدكتور منور 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 اختلاف ال اختلاف منور. أنا في الحقيقة اتعلمت كتير جدا من البحث، لكن أجد من الصعوبة بمكان إن أنا أعقب عليه، يعني التعقيب الذي في المؤتمرات، يعني أنا هقول إيه، يعني الكلام اللي حضرتكم شفتوه ده أنا ممكن أعلق عليه أقول إيه، يعني ما عنديش أي تعليق. لكن أنا اللي هقدر أعمله إن أنا أخذ هذه المعرفة التي حصلتها من البحث وأعرضها على عقلي اللي هو مكون بطريقة مختلفة، وأذكر الأسئلة والخواطر التي جاءتني عند عرض هذا الكلام على عقل هو في الحقيقة قادم من خلفية العلوم الاجتماعية وتخصصه نظرية سياسية اللي هو يعني حاجة يعني مختلفة خالص، وتخصصه الدقيق المفاهيم وتحليل المفاهيم. أنا هنطلق من ثلاث قراءات، ابتديت بعد قراءة البحث أقول يا ربي طيب أنا أقرأ في إيه عشان أفهم، يعني أو أحاول أعمل ميرورينج، يعني أعمل نوع من أنواع المرايا العقل تستقبل هذه الصورة التي وضعها الدكتور، وده يخصني أنا في إيه، يعني أنا أشتغل أنا وأنا بشتغل في البوليتيكال ساينس أشتغل في الكلام ده إزاي. يعني فأول حاجة قريتها هو تفكير الفلاسفة المسلمين في مسألة الطبيعة، يعني أنا جاية من خلفية فلسفة سياسية وفكر سياسي، فالناس اللي عندنا فكروا إزاي في موضوع الطبيعة. وطبعاً لا يخفى على أحد أن الفلسفة أصلاً في كثير من الأعمال الفلسفية في التراث الإغريقي ثم الروماني ثم المسيحي ثم الإسلامي وغيرها انشغلت بمسألة التفلسف بشأن الطبيعة، بشأن مبحث الوجود والعدم، بشأن هل العالم قديم ولا حديث، بشأن ففي صلة الفلسفة مشتغلة بهذه المسائل. بس الفلسفة السياسية يعني إذا خدناها استلناها من الفلسفة العامة طبعاً هنلاقي إن إحنا بنرجع لأفلاطون وأرسطو وكذا، هم انشغلوا جداً بالمواضيع الكونية، لكن في النهاية إحنا بنركز فيما كتبوه ليس على بناء الحجج ولا على نظر للطبيعة ولا كل الفلسفة الأخرى، وإنما بنركز بس على بنية النظام السياسي وكيف يعني يدار وهذه الأمور. هل ده منعكس في هذا؟ أنا ما أقدرش أحكم هذا الحكم بهذه السرعة، لكن قرأت فاستفدت شوية من هذا المجال، قرأت للرازي أبو بكر وقرأت جابر بن حيان كلامه عن الطبيعة وقياسه الإنسان على فكرة كأنه جرم في عالم أوسع وكأن الذات نفسها النفس باعتبارها مكملة لهذا الجرم، يعني اللي هو يعني كأنه كوكب أو كيان صغير أو شيء من هذا القبيل. ففي كده طول الوقت ميرورينج ما بين، لكن كل ده بيدور في الحقيقة في مساحة المادي، في مساحة قياس المادي على الوجودي المرئي. رجعت لطه عبد الرحمن ليه كلام عظيم في المسألة دي في روح الدين مثلا، بيتكلم على التذكر والنسيان وهو ايه فكرة رد الإنسان طول الوقت للذكرى في هذا العالم وحضوره وشهوده وكذا، ولينا أساتذة كثيرة كتبوا على هذا الموضوع. وأيضا عدت لكتاب بلغيث عون عن الإسلام فلسفة أخيرة، هو أستاذ منطق تونسي وله كتاب عظيم في الحقيقة، صعب على أمثالي فهمه كاملا، لكن أنا اجتهدت مع هذا النص. وهو بيقول إن إحنا مشكلتنا في تاريخ الفلسفة كان طول الوقت إن إحنا بنشتغل على دايكوتوميز، على ثنائيات الحسي والعقلي والموضوعي والذاتي والجوهر والعدم. وهو بيقول إنه إحنا محتاجين نضيف بعد الغيب حيغير لنا خالص منظومة النظر المنطقي والفلسفي للعالم، وعشان كده بيعتبر إن إدخال الإسلام الغيب في هذه المعادلات يعني بيدي أبعاد مختلفة تماماً، فلا يكون الأمر وجوداً أو عدماً وإنما الوجود والعدم والغيب. وده بيغير إزاي، بيعيد ترتيب بالكامل الأفكار الفلسفية والمنطقية. فاصل الفكرة اللي بعدها، احنا بنتكلم على ان ربنا سبحانه وتعالى فطر السماوات والارض، وفي نفس الوقت منشغلين جدا مساله الفطره اللي اتكلم عليها الدكتور ايمن، واحنا لينا شغل في العلوم الاجتماعيه لمساله الفطره والطبيعه الانسانيه، لانه في الحقيقه الناس كتير بتظن ان النظريه السياسيه مدارها سؤال الدوله، لا هو في الحقيقه سؤال الدوله سؤال متفرع عن سؤال الطبيعه الانسانيه، لان لو الانسان مش محتاج لأن هو يتم ترويضه، لو هو بيعرف الخير والفضيلة وبيقدر يلتزم بقيم المساواة والعدالة، إذا الناس بتظن أن الإنسان يميل إلى الخير بطبعه،
فده هيخلي الإدارة السياسية والتحكم في موازين القوى مينيمال. فبنتكلم على مينيمال كونسبشن اوف ذا ستيت بشكل او اخر. اذا الانسان بطبيعته شرير ومتوحش واذا سبناه شويه هيتغول كتير وكذا، احنا محتاجين دوله اكبر تتحكم فيه وكذا. فالبدء في الحقيقه هو سؤال الطبيعه الانسانيه اللي بيرتب سؤال الدوله والسلطه، اللي بيرتب سؤال علاقات القوى، اللي بيرتب سؤال طيب ايه هو طبيعه العقد الاجتماعي اللي بيبني عليه المجتمع، ونبتدي بقى التجره. طب العقد الاجتماعي ده بيأسس مجتمع، طب الحكم بيبقى نظامه ايه، فنخش على النظم الحكم. طيب علاقته بالمجتمعات الاخرى، نخش على العلاقات الدوليه يعني، وتبتدي بالحكومات المقارنه وهكذا، او القانون الدستوري يعني. هي كلها تتفرع بقى، بس السؤال الاولي هو سؤال فلسفي عن الطبيعه الانسانيه. طيب ما هو الطبيعه الانسانيه دي هتردنا الى ومن الذي خلق الانسان. احنا ما لقيناهوش كده، بعدين بنبتدي من حيث كونه موجودا يلا بقى نشتغل مع هذا الكيان. لا، هو طيب هو جه منين اصلا؟ فهل هو وجوده مادي ام انه خلق، وما هي قصه الخلق؟ والحداثه كانت فكرتها ان احنا مالناش دعوه بقصه الخلق، خلينا نبتدي انه موجود ونشوف فكره السوشيال كونتراكت ده هنعمل فيه ايه في الموضوع النظم السياسيه او تاسيس المجتمع السياسي والتمدن وكذا وغيرها من القضايا. دي القضايا. لو انا بقول انه القران، انا هنا طول الوقت بستدعي القران. القران تحدث عن الفطره وتحدث عن الفطور، يعني ان هو الخلق الكل، وقال صبغه الله ومن احسن من الله صبغه. ففي طول الوقت التقابل ما بين هذه الافكار بدرجه كبيره، والمساله ما هيش فقط فيزياء ونماء، ما هيش فقط اشكال هندسيه يعني تعتمد بدرجه كبيره على النسب العدديه والهندسيه وكذا والفيزيكال، والنماء اللي هو الحاجات اللي هي البوتانيكال وما ينبت من الارض وما ينمو وكذا. لو فيها بعد كمان الارتقاء اللي هو بيتكلم عليه طه عبد الرحمن، الانسان العمودي والانسان الافقي، ان انا عايز اترقى، واللي هو استدل بيه على انه الانسان حتى اذا قال انه لا يوجد اله او اخترع لنفسه الهه كده تشبه البشر في شكلها وتماثيلها موجوده في الحضارات القديمه وكذا، لكن في سعي الى المعالي، بحث عن المجد. ففي حته يعني انه بيبحث عن العلو وعن الارتقاء. ده صلته ايه بطبيعه الكون اللي حواليه والانماط الباترنز اللي احنا بنشوفها طول الوقت. ده محتاج سير ونظر. وعشان كده لما بنتكلم على جوهر دور الانسان باعتباره الشاهد على مفهوم الشهاده يعني ومفهوم القوامه ومفهوم العداله، هو في الحقيقه جزء من الشهاده منشأه ومبدأه هو الايمان بالله سبحانه وتعالى الذي هو قائم على المشاهده. يعني في جزء ان انا بنظر الى هذا الكون كي اصل الى المعاني التي وراء الكون، استدل من خلال هذا الكون المادي وكل اللي حضرتك اتكلمت عليه ده على وجود الخالق اللي هو هذا الوجود الذي بناء عليه بيتاسس عندي. لو احنا عايزين بقى نرجع للمقاصد، الموازين والمعايير والقيم اللي بسير عليها في الشريعه. طيب نرجع للخلق ده، نبتدي بقى نوازن طول الوقت واحنا ماشيين بالكتب بتاعتنا والاوراق بتاعت العلوم الاجتماعيه باللي حضرتك بتقوله ده. هو الكلام ده يسمع عندي في ايه؟ هحاول اختصر جدا. الخلق، ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث عن الخلق، بيتحدث عن الجريان، وبيتحدث عن الدوران، بيتحدث عن الميزان. دي الحاجات المشهوده واللي احنا بنشوفها في اللي حضرتك قلته. عندي انا بقى عندي الخلق والبث، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وعندي الحياة وعندي الموت وعندي النشور. السير والنظر بيعني بالضرورة انه في آيات انا بستقبلها بجمع ما بين الانفس والافاق، سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم. وانا مسكت مفهوم بناء على ما اوحى الي به بحث حضرتك، هو مفهوم الاتساع. وانا بقرأ لقيت ان في كلام على فكرة هل الكون يتسع؟ ده سؤال بعض الناس بتسأله. والله سبحانه وتعالى يقول وإن لموسعون، يعني هو خلق وقال إن لموسعون. المفسرين قالوا أن هذا الاتساع قائم على اتساع ما خلقه الله، هو رحب واسع. لكن موسعون قد توحي أيضا بفكرة أنه إحنا ما خلصناش في ست أيام وقعدنا نستريح في السابع زي ما بيقول البعض يعني. لا، هو موجود هذا الكون، كأن هذا الكون نابض وكأنه بيحصل له نوع من أنواع الانفولدينج. ده قياسه ايه عندي انا في المجتمعات؟ المجتمعات لما بتكبر وبتتسع المساحه والقوه والستراكشرز والباور، ده صلته ايه بده؟ فبحاول اربط ما بين الكون واتساعه ومفاهيم مثلا زي السعه والوسع والسعي. ورجعت بالاستعانه بالدكتوره جميله، قلت لها
ساعديني في اللغة، فجابت لي القاموس أو المعجم اللغة لو بيرجع للمفاهيم وجذورها بيحاول يوجد التشابهات ما بين المفردات اللي مستندة إلى نفس الجذر ونفس الأصل في الحروف حتى وإن اختلف ترتيب الحروف، فتجد هذه الأمور واضحة جدا. طيب النسبة اللي حضرتك بتتكلم عليها، النسبة الهندسية دي تنفعني أنا في إيه، أو يعني إيه الصدى اللي ممكن أنا أبتدي أسأل نفسي أسئلة أبحث فيها بعد ما حضرتك تخلص بحثك؟ طيب إذا كانت العالم قائم على نسب، النسبة دي عندي في الاجتماع إيه؟ هي الأنساب، هي نسبة الأمور إلى بعضها البعض من حيث العدل والمساواة. الأنساب والنسب والمواريث، فالتفت إلى أن المواريث هي قائمة على العدد، مش علم العدد بالمعنى الهندسي، بس هي تقسيم للأموال وتقسيم للملك على نظام منضبط لا يجوز اللعب فيه. طيب ده إيه دلالته؟ هل حد بحث في العلاقة بين النسبة الهندسية الفاضلة وما بين علم المواريث اللي هو منضبط أيضا بالعدد؟ هل إحنا حاولنا نشوف المقاربات؟ حضرتك بتتكلم على المكعب وكلمت بشكل هندسي محض. الدكتور أحمد مصطفى قاعد معنا اشتغل على الكعبة وليس على المكعب فقط، وحول الكعبة إلى مكعبات وعمل شغل على الكعبة والمكعب المجسم، وأثبت أنه يتضمن 99 مكعب اللي هم 99 اسم الأسماء لله الحسنى. الشغل ده في غاية الأهمية ولم يلقى كثير من الاهتمام، وحضرتك ما لفتش النظر ليه. هو مسك المكعب وهو أصلا مهندس، وبص على المكعب وقعد يبص فيه وفضل يبص فيه حتى ما اكتشف انه مليان مكعبات صغيره جوه وان عددها 99، وعملها في رسم مجسم. طيب ده ايه ده؟ يعني انا وانا بقرا في الحقيقه ابتديت اخاف. يعني ال- 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 التقاربات دي ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث عن انه زين السماء الدنيا بزينه الكواكب، وانه زين الايمان في قلب المؤمن. هل في صله ما بين الاثنين بشكل او اخر؟ ان الزينه المرئيه دي والزينة اللي موجودة في الإيمان وفي القلوب وفي الروح وفي النفس. يعني حضرتك حطيت لي بعض المعالم والخرائط، أنا ما شفتش التفعيل، أنا عايز أشوف التفعيل في الأنفس الفردية الذاتية فيما يخص الروحي اللي حضرتك ذكرته، وعايز أشوفه في النفس الجمعية فيما يخص الناس. وكتير من الآيات تتكلم أيها الناس، تتكلمش على الذين آمنوا. الآيات اللي طول الوقت بتتحرك ما بين الذكر لآيات الله في الكون ثم التحذير من مغبة عدم اتباع الشرع، هي في الحقيقة طولها بتتكلم يا أيها الناس، ولينظر الإنسان ويا العام وليس الخاص. الزخرف، إزاي نحن نشوف زخرف المباني ونشوف الزخرف المعاني ممكن يضلل إزاي المعاني عن مقصودها وبيحرفها، فلم يأتي زخرف القول بالمعنى الإيجابي مقابل زخرف المبنى أو الشكل المرئي بشكل أو آخر. اللي حضرتك قلته مبني كله على فكرة الأوردر، اللي هي الكلمة اللي حضرتك ذكرتها، في منظومة للكون. أتمنى تبحث في مسألة أن هذه المنظومة بالضرورة ستتطور إذا افترضنا أن هذا الكون يتسع، أو أنه في داخله هناك unfolding بيحصل طول الوقت، لأن ده هيخلي المسألة ما هياش بس معادلات رياضية، لا هو في طول الوقت محاولات الاستكشاف. وفكرت أنه أن ليس للإنسان إلا ما سعى، مع الوسع والسعة إن هي مش معناه التحصيل، معناه الأفق بتاع البحث، وأن ليس للإنسان من علم هذا الكون إلا ما سعى من أجل أن يحصل. شكرا جزيلا. آخر جملة. ياريت تبص في بحث حضرتك برا مساحتك الهندسية في نظرية الفوضى، اللي هي ما هياش انكسار النظام وإنما هي emergence of new patterns. أعتقد أن ده مهم قوي في اللي احنا بنتكلم فيه، ومهم لنا احنا في علوم الاجتماع، وأن تنظر في نظرية التعقيد الكومبلكسيتي ثيوري اللي هي برضو طول الوقت عندنا في نظرية الاجتماع، بنحاول نفهم منها ظواهر مختلفة جديدة سواء كان على مستوى اللغة أو على مستوى الظواهر الاجتماعية أو على مستوى العولمة أو غيرها. فلحضرتك بتقوله أنا ما قدرتش أعلق عليه في ذاته، لكن حاولت أن أنا أشوف إيه الصلة بينه وما بين اللي إحنا ممكن نبص عليه من سنن الكون إذا افترضنا أن الناموس يعني له شقين مرئي وغير مرئي. شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة هبة رؤوف، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة القاهرة. بارك الله فيك.